السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم ثالث؟ اليوم هو يوم الأربعاء، اسمه اليوم هو تاريخ اليوم هو 18/11/2020. اليوم سوف نأخذ الطفلة والقمر تدريبات. أخذنا سابقا قراءة تحليلية وأخذنا الاستماع والمحادثة، فاليوم سوف نكمل الدرس تدريبات. رح نبلش بأول سؤال عنا، بحكي لك هنا أصل الكلمة باسم أصل الكلمة في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. الكل يفتح طبعا صفحة رقم 69، الكل يفتح صفحة رقم 69 ويكتب على الصفحة اللي هو تاريخ اليوم واليوم. فبحكي هلا اليوم بحكي لك أول إشي في العمود ألف حاطين لك بعض الكلمات، في العمود باء حاطين لك بعض الكلمات الأخرى، حاطين لك كلمة مركبة، حاطين لك كلمة مركبة، وحاطين لك كلمة طائرة، حاطين لك كلمة طائرة، وحاطين لك كلمة دراجة، حاطين لك كلمة دراجة، حاطين لك ثلاث كلمات في الباء في عمود باء. نكمل لك اياها، حاطين لك ورقية، وحاطين لك هوائية، وحاطين لك فضائية، تمام؟ هلا احنا شو رح نعمل بهذه الحاله؟ بدنا ناخذ الكلمه بما يكون يناسب في العمود باء، يعني نحط كلمه مركبه. هلا هون كلمه مركبه بدنا نوصلها مع العمود باء. هل نوصلها مركبه ورقيه؟ هل عرفتوا شفتوا مركبه ورقيه؟ لا. طيب مركبه هوائيه؟ لا. نحكي مركبه فضائية، هيا مركبة فضائية، مركبة فضائية، يعني رح تحطوا توصلوا مركبة عندكم هون، مركبة مع فضائية، مركبة مع فضائية. طيب هاي أول واحدة خلصناها. الثاني بحكي لك طائرة، طائرة بحكي لك طائرة ورقية، طائرة ورقية. في طائرة ورقية اللي بعملوها اللي احنا لما احنا صغار كنا انتم بتعملوها انتم صغار يعني هلا بتطيروها في السماء، اللي هي طائرة ورقية، تمام؟ يعني راح تحطوا عندكم هيها طائرة، راح تحطوا عند ايش؟ ورقية معها خط، طائرة ورقية. بضل عندكم اخر اشي دراجة، دراجة شو راح تكون؟ دراجة هوائية، دراجة هوائية. شو راح تكون عندكم؟ دراجة هوائية. راح توصلوا مع بعض كمان في ثالث اللي هي هون دراجة هوائية، حطوا عليها خط. هيك بتصير عندكم الكلمات اسمه متناسقة، تمام؟ هلا عندكم السؤال الثاني، حاكي لك أصل الكلمة في العمود ألف بما يقارب معناها في العمود باء. حاطين لك الكلمات في علاه، حاطين هنا استطاع، وحاطين لك هبطت، حاطين لك اكتشاف. حاطين لك العمود باء اكتفى، حاطين لك معرفة أو معرفة نزلت، حاطين لك مكنة. طيب هاي عمود ألف وهاي عمود باء، بدنا احنا شو نعمل؟ بدنا نحط ناخذ الكلمة اللي بعمود ألف وناخذ الكلمه اللي عمود باء، نوصل العمود باء في الكلمه بتكون اللي بتناسب معناها، بتناسب معناها يعني نفس المعنى تكون. استطاع في اول كلمه، استطاع معناها اكتفى؟ لا. معناها معرفته؟ لا. نزلت؟ لا. تمكن؟ استطاع تمكن، استطاع تمكن. طيب هبطت، هبطت يعني هبطت يعني نزلت،
يعني معناها نزل اللي هي هون، نزل هبطت نزلت. طيب اكتشاف معناها اكتفى ام معرفته؟ اكتشاف معرفته، يعني حطوا عند اكتشاف مع معرفته حط عليها خط. اكتفى لا ما إلها، مش حاطه لك يعني، هم حاطين لك هون ثلاث كلمات، هم حاطين لك اربعه، راح تضافي واحده عندكم ايش؟ راح تضافي عندكم واحده زياده، ما راح تكون لها اسم معنى في هذه العمود يعني. طيب هلا عندكم صفحه رقم 70، الكل يفتح معي صفحه رقم 70، بحكي لك اختاروا من العمود ب ضد الكلمات الملونة في العمود ألف. حاطينها في العمود باء كلمات أقربك حديثا وقفت وكبيرا. هذول عندكم كلمات في باء، بدكم تختاروا اللي هي الكلمة ضدها في العمود ألف. ألف حاطين لك جمل والملونة هي بدك تشوف شو هي اللي ضدها. أول واحد بحكي لك جلست، جلست سناء في حديقة البيت. عكس جلست، ما عكس جلست، عكسها وقفت، يعني هاي جلست وقفت. راح تحطوا عن جلست السؤال هذا الثالث ألف، راح تحطوا عن جلست هون راح اسمه راح تختار اللي هي كلمة وقفت. وقفت يا أما كتبوها كتابة كتبوها جنب هون، يا أما كتبوها كتابة أو فوق كتبوها، أو إنكم توصلوا هاي من هون لهاي. تمام. هلا باء بحكي لك ما ابعدك ايها القمر. ما ابعدك، ابعدك راح تكون شو عكس حكينا اخذناها في القراءه التحريريه، حكينا ما ابعدك يعني ما عكسها ما اقربك، يعني باء ما ابعدك عكسها اقربك. يا يعني بتكتبوها برضه نفس الشيء كتابة أو اللي هي أول وحدة هي بتعملوها توصيل، توصلوا توصيل. هون نحكي كان الإنسان يحلم قديما باكتشاف العالم. قديما ما عكس قديما، عكسها حديثا. قديما حديثا، عكس قديما حديثا اللي هي هيها. تمام. عندكم آخر إشي في عندكم هاي كلمة كبير. كبير مش حط لك اسمها شو ضدها، بس احنا عارف شو يعني ضد كبير حتكون شو صغير. طيب هلا أربعة بحكي لك أملئ الفراغ على نحو مثال. حاطين لك وقفة، حاطين لك وقفت، بدنا نمسح وفهمكم إياها. حط لك المثال بهذا الشكل، وقف، حط لك وقفت، وقف، حط لك وقفت. هلا هنا يا ثالث اللي حكيتوا عنها اللي هي التاء هاي زدناها على هاي، اول شيء هون شو؟ هون فعل ماضي، فعل ماضي، وقف فعل ماضي. طب وقفت برضه هي فعل ماضي، بس وقفت هي فعل ماضي، بس شو في عندك زيادة؟ شو هي التاء؟ والتاء هاي يا ثالث، التاء هاي تسمى تاء التأنيث الساكنة، تاء تسمى تاء التأنيث الساكنة. طب ليش سميناها تاء التأنيث الساكنة؟ ليش؟ تاء لأن هي حرف التاء أول شيء، تأنيث ليش سموها تأنيث؟ لأنها للمؤنث، يعني إحنا نحكي للمؤنث وقفت، لما تحكي وقفت بتدل على مؤنث، لما تحكي وقفة بتدل على مذكر، يعني هاي مؤنث للمؤنث وهاي مذكر. تمام؟ هلا تاء التأنيث الساكنة حكينا تاء أنها تاء والتأنيث أنها مؤنثة، والساكنة ليش ساكنة حكينا عنها؟ لأنها عليها سكون، لأنها عليها سكون. طيب ليش يعني ما تكون هي التاء هاي متحركة عليها فتحة أو ضمة؟
راح تكون لو حكينا ضمه، تمام؟ لو حطينا التاء هاي بدل السكون ضمه، راح تصير وقفت. وقفت هون راح تصير عاده عليك انت، وقفت يعني هون مش تاء التأنيث الساكنه، لازم تكون عليها سكون عشان نسميها تاء التأنيث الساكنه. لازم تكون عليها سكون وتكون زائده وتكون بتدل على انها مؤنث، يعني ما بس انها تكون التاء اصليه، لازم تكون اسمها زياده. يعني هون حكينا وقفت، التاء هاي زياده، شو معنى التاء؟ راح تصير وقفه، راح تصير ايش؟ وقفه. فهون راح تكون هذه التاء التانيث الساكنه. لما احنا نحكي للبنت نحكي لها وقفت الطالبه، وقفت الطالبه. لو نحكي للطالب نحكي وقف الطالب، ما نحكي وقفت الطالب، لا نحكي وقف الطالب. وقفت الطالبه، وقفت الطالبه. طيب هلا هون هاي اول وحده على مثال. هلا بحكي لكم هم لازم الفراغ على نفس النمط، هي كانت وقفه صارت وقفت. هلا الثاني حاطين لك ذهب، حاطين لك ذهب، تمام؟ شو راح تصير؟ ذهب راح تصير ذهبت، راح تصير ذهبت، ذهبت. التغيير اللي صار اللي هي التاء صارت زيادة، صارت ذهب للمذكر وذهبت للمؤنث. طيب خرج، عندنا هون خرج، ايش راح تصير يا ثالث؟ ايش راح تصير؟ خرج فعل ماضي للمذكر، للمؤنث شو نحكي لها؟ خرجت، راح نصير نحكي خرجت. خرجت للمؤنث برضه. هلا حاطين لك هون وعد، لا حاطين لك هون وعدت، حاطين لك وعدت. طيب شو راح تصير في اسم هاي كانت وعدت؟ لو نشيل التاء شو راح تصير؟ راح تصير وعد، وعد، راح تصير وعد. شو حتصير؟ وعد، وعدت المؤنثة، للمذكر حتكون وعد. طيب هون حاطين اخر شيء فهمت، فهمت، راح تكون شو؟ هاي المؤنث فهمت، فهمت الطالبة، هاي المؤنث. أما نحكي للمذكر نحكي فهم الطالب، فهم الطالب. فهم، هون نفس الشيء، فهمت. طيب هاي بالنسبة للتاء التأنيث الساكنة اللي كنا ناخذها في القراءة التحريرية، حكيتكم راح أعطيكم إياها بشكل مفصل. هي عشان نحكي عن التاء التأنيث الساكنة كمان شو بنعمل؟ لازم تكون التاء التأنيث الساكنة لازم تكون التاء زيادة ويكون عليها سكون، بتدل على مؤنث، بتدل على شو؟ بتدل على للمؤنث، يعني بتكون دعاية للمؤنث. فليش سموها تاء التأنيث الساكنة؟ تاء التاء هي التأنيث لأنها مؤنثة والساكنة عليها شو؟ سكون، تمام؟ طيب هلا تحت حطينا في السؤال الخامس أضع كلمة علي بدلا من سناء ثم أجري التغيير المناسب. هلا هم شو عاملين لك هم؟ كاتبين لك السؤال، كاتبين لك الجملة بهذه الطريقة، حاطين لك جلست سناء في حديقة بيتها، بيتها. طيب حاطين لك تحت هيك خط عشان تكتب انت تجرب التغيير المناسب. بدك تعمل؟ بدك تحط بدل سناء علي، بتحط بدل سناء علي، تمام؟ هاي اول خطوه بدك تعملها. وثاني اشي بدك تجرب
تعني تغيير مناسب، شو يعني؟ احنا اذا نحكي منين نحكي جلست علي؟ لا، شو احنا نحكي احنا هون؟ جلس 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 من غير التاء التأنيث الساكنة، من غير التاء التأنيث الساكنة. شو نكتب هون؟ نكتب علي جلس علي وين؟ في حديقتي، في حديقتي، في حديقتي، نحكي في حديقة بيتها، جلس علي في حديقة بيتها، ونكتب جلس علي في حديقة بيته، بيته، لأنه هو مذكر بيته، يعني نحكي جلس علي في حديقة بيته، هنا راح تكون بيتها للمؤنث، بتكون للبنت تحكي بيتها، أما بيته للمذكر. جلس، يعني شو غيرنا احنا؟ غيرنا شلنا التاء هاي وشلنا ثناء بدلها علي، وبيتها شلنا الها حطينا شو؟ هي، بيته، هاي التغييرات اللي احنا اجرينا عليها، هاي نحط عليها هاي وهاي اللي عملنا عليها تعديلات مهمة، اما في حديقتي ضلت زي ما هي، تمام؟ طيب احنا هون هيك بنكتفي اليوم ان شاء الله، غدا راح نكمل الباقي التمارين والتدريبات يعني عنا، ويعطيكم الف عافيه.